زمان في العصر العباسي لما كان الخليفة الواثق هو خليفة المسلمين، كانت ليه حكاية مع بنته اللي كان بيحبها جدا جدا، ومن كتر حبه ليها عمل لها عقد مخصوص فيه من الجواهر والفصوص اللي عمر ما حد شافه قبل كده. والبنت حبت العقد جدا، وعمرها ما كانت بتسيبه في أي حتة، وفي رحلة من رحلاتها للموصل ضاع منها العقد، وزعلت بنته جدا على العقد لدرجة إن الخليفة الواثق أصدر أمر إن اللي هيلاقي العقد هيجازيه مكافأة كبيرة جدا وهيديله فلوس كتير. وكان في تاجر دمشقي عمره ما خسر في تجارة في حياته، وكل التجار بيغيروا منه ومتعجبين من أحواله وكانوا بيتغاظوا منه قوي، فقرروا يتحدوه. فلما قبل التحدي منهم قالوا له إنك تبيع التمر في العراق وكمان تكسب. وكانت العراق هي الدولة الأولى في بيع التمر في وقتها، وسعره هناك قليل جدا. العجيب ان التاجر قبل التحدي ونزل، وهو في طريقه للعراق لقي ناس كتير خارجه وعماله تدور على العقد، ولما سالهم حكوا له الحكايه، لكن كان عندهم مشكله كبيره قوي انهم خرجوا مستعجلين من غير ما ياكلوا. ببساطه قال لهم انا معايا تمر كتير، وبدا يبيع للناس التمر وكسب فلوس كتير جدا، لدرجه ان الخليفه سمع بيها وجابوا القصر وسالوا عن السر. تخيلوا السر كان ايه؟ السر كان البر. والدته كانت معاقة وكان عنده 10 سنين، توفى والده وقتها وفضل يشتغل في السن ده ويصرف عليها لحد ما بقى عنده 20 سنة، وقبل ما تموت رفعت ايديها للسماء ودعت له وقالت اللهم وفقه في كل عمل، ومن ساعتها وعمره ما خسر. نعمة الأمان غالية قوي وكلنا بندور عليها، فلو ربنا أنعم عليك بيها فلازم تعرف ان في ناس عايشة في بيوت من غير سقف ومحرومين من احساس الامان. انت تقدر تساعد بصدقة جارية تؤجر عليها في حياتك وبعد انقطاع عملك من الدنيا، وقد تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. والله محتاجين، والله قاعدين تحت النطر، والله محتاجين، والله من نطر متنطر علينا وحالتنا ايضا، والاكل ما يجي عليه تراب، والله ما نتهنى بك، مش طالبين غير من سقف منك بتاع المنظر بتاع الصاله، والله والله محتاجين في اي الحنوشه مالي الدنيا جوا، والله والله خايفين على العيان، والله لقيناها تحت جوا الحارس الحيله والعشيه، والله. تبرع لمؤسسة كريمة العلا الخيرية علشان نستر بيوت كتير محتاجة سقف. ألف مرة يسترها عليهم، يسترها عليهم كلهم، يسترها عليهم كلهم يا رب، يسترها على دام هتعقدونا، يسترها عليكم كلها يا رب. اسمعوا سيدنا النبي وهو بيقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تأملوا معنى أن الصدقة برهان، ففيها ألف العلماء الكتب، فهي برهان على الإيمان، وبرهان على اليقين في الله، وبرهان على أن قلبك لا يزال رطبا شاكرا لأنعم الله. والشكر يكون بالعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد وجب علينا الشكر في كل أحوالنا، حتى أن نشكر الله تعالى على نعمة الجسد الصحيح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، وحتى الكلمة تعد من الصدقات، كما قال الحبيب المصطفى: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة
تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فإذا أردت أن ينشرح صدرك فتصدق، وانظر أين تضع صدقتك، ضعها في مكان معلوم، ولك الأجر أنك بحثت وأنك أعملت عقلك حتى وصلت إلى المكان الصحيح. ضع صدقتك في مؤسسة خيرية مثل مؤسسة كريمة العلا، لعل الله عز وجل أن يتقبلها، فيكون هذا سبب في انشراح الصدر. ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن. وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. والبخيل الذي فيه إحسان، البخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. فتصدقوا وأنفقوا ينفق رب العالمين سبحانه وتعالى عليكم. مية البيت بتبقى والله مزة في حنقنا وما بتبقاش لها طعم. أنا عمدي حلوة ما تفنطر الخلق عيت من المية دكري عينا والله، وتعرفنا منها ما كناش بنقدر نشربها. المية اللي هنا بتبقى مكررة مكررة إنما المية اللي عندنا مش مكررة. وربنا يبارك لك في صحتك وفي عافيتك وتفوت شر المرض. احنا مش مصدقين ان احنا عندنا ميه نظيفه، والله ما مصدقين. احنا مشروع عملتونا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما فيناش حد ما نفسوش يروح الحرم ويقعد قدام الكعبة. من أجمل وأهم الأعمال الجليلة اللي القرآن تحدث عنها، قال إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ده بيتكلم عن إن الحاج يشرب شوية مية قبل عمارة المسجد الحرام. هتلاقوا دايما القرآن بيحط في المقام الأول إن الناس تشرب مية حلوة، والسنة النبوية المشرفة أكدت على ذلك. فين الإنسان اللي بيسعى إنه يسقي أخوه شربة ماء على ظمأ عشان ربنا يسقيه من الرحيق المختوم؟ الحمد لله مؤسسة كريمة العلا الخيرية بيلف كل محافظات مصر، بيشوفوا الأسر اللي ما عندهاش وصلة مية حلوة، بيوصلوا لها مية لحد باب البيت، فبيغنوا أسرة فقيرة وبيوصلوا لهم المية لحد عندهم. تعالوا نتشارك جميعا في هذا العمل الجميل. تبرعك مع مؤسسة كريمة العلا. الأخبار الله ينور، الله يصلح حالك، الله يوسع رزقك. شربنا مية نظيفة العيا كله والمرض راح، الله يوسع رزقك من المطروح. كل الناس المنشية الجديدة والشيخة نفسها والسبعين وكل بيجي يملى من هنا، وحياة لا إله إلا الله. قيل الرضا هو سرور القلب بمر القضاء، والرضا نوعان. الأول رضا بفعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى عنه، وهذا رضا واجب. ولهذا ثم من تركه، يقول تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها
إذا هم يسخطون. والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض، فهذا رضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقيل أنه واجب، والواجب هو الصبر كما قال الحسن: الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن. وكما قيل عن الرضا: من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه، كما أنه من لزم محبوبات الحق أحبه الله، كما في الحديث الصحيح: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لعلنا نقف هنا وقفة خير مع الطريق إلى حب المولى عز وجل، فالطريق لحب المولى هو أداء الطاعات والبعد عن السيئات والمنكرات. ومن أراد حب المولى عليه أن يؤدي ما فرضه الله عليه من أداء الصلاة ودفع الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. أما النوافل التي هي قربى إلى الله سبحانه وتعالى والتي هي طريق المحبة فهي قربات إلى الله عز وجل، فأنت حين تؤدي ما عليك وتنتهي من كل الفرائض على أتمها تريد أن تشكر المولى عز وجل، فيكون طريق شكرك بالنوافل، ومن النوافل الصدقات، فهبوا إلى صدقاتكم وانثروها على الأحباء والأقرباء ولكل محتاج ومسكين ولكل متعفف لا يسأل الناس إلحافا، فهم أحق بالصدقة، أولئك الساكنون في الأقاصي لا يعلم عنهم أحد شيء، أنفقوا ينفق رب العالمين سبحانه وتعالى عليكم.